اوساغونا يسجل الهدف الاول لفائت فريق الرجاء البيضاوي بعد ضربة خطأ نفذها اللاعب المقنع الصالحي. الحارس خوزوايو في حيرة في امره لان الضربة الرأسية ديال اللاعب النيجيري اوساغونا لم تترك له اي حد، كان في وضعية جيدة. الدفاع اخطأ في صد هذه الكرة امام اللاعب النيجيري، وبضربة رأسية فريق رجاء يتقدم امام فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي بهدف اللاعب اوساغونا. نتمناو من العناصر الرجوية تحتفظ على هذا الهدف.